السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا دلوقتي ساحب لينك وفي أسامي الغرف وأنا عايزها تظهر زي ما هي موجودة في المعماري، مش هعملها تاني. يعني لو أنا عايز أعملها تاني هعمل إيه؟ هعمل سيلكت على الملف دوت بتاع الريفت، وأجي هنا أقول له إيديت وأقول له روم باوندينج، وأبدأ أنا أحط أسامي الغرف. لا، أنا عايز أسامي الغرف تظهر زي ما هي بالظبط موجودة في الريفت المعماري. أعمل إيه؟ بكل بساطة أخش في في، وبعد كده اقول ريفت لينك. هو العادي ان هو باي هوست فيو، يعني لو انا في الهوست فيو هنا لغيت حاجه هتتلغي اوتوماتيك، بس انا ممكن اغير الاعدادات واقول له لا خليها لي باي لينكد فيو، واختار الفيو اللي انا عايزه يظهر هنا. ممكن اقول له مثلا الدور الاول الثاني الثالث، فانا اخترت نفس الدور اللي انا واقف فيه واقول له اوكي، هيبدا يظهر لي بنفس الشكل بنفس الالوان بنفس الاسامي اللي موجوده هناك. يعني الاسم ده انا ما اقدرش اعدل فيه، تمام؟ انا اقدر اعدل فيه هناك. اول ما تعدل في اللينك هيتعدل هنا. يعني انا لو اخدته في اللينك كوبي اخدته موف هيتحرك هنا برضه. طيب لو انا عايز افهم ان دي عندي هقول له كوبي، واجي هنا اقول له الاين فروم كيبورد. يعني لو انا عايز اخد الفاميلي اللي هي بتاعت الروم تاج، خلاص جت معايا واقدر اشتغل بيها.